أن تنتصر اليوم، خاصة بعد التعادل المخيب لربما للآمال أمام ماينمار في لقاء الذهاب اللي انتهى في الجولة الماضية بهدف هدف، وتريد أن تحقق أيضا مفاجأة، وهي تعلم تماما ما حدث اليوم في لقاء اليابان وكوريا الشمالية. هذا عمر خريبي، الله على كرة عمر، خطيرة لمصلحته المنتخب السوري، ولكن محمود الأسود في الجهة اليمنى، الياس خليل لعبد الرحمن يلعب الكرة العرضية، وهذه لدينا كرة خطيرة جميلة للغاية والهدف الأول، لكن من قلب الدفاع إلى الجهة اليسرى عبد الرحمن في الجهة اليمنى، هذا تليهو عنده الكرة، ممكن أن يتقدم داخل منطقة الجزاء، الكرة التي لا زالت، والهدف الأول لعمر خريبين، وحارس المرمى كياو يتصدى لعدد كبير من الكرات، ولكن أصر على أن حتى الآن الكرة الأخيرة لم تكن متقنة. شوف العمل البدني لمصلحتنا بالفعل، تصل لمحمود، عرضية محمود داخل منطقة الجزاء، والهدف الأول. لا يا إبراهيم يا هيسار، كيف ضاعت الكرة الماضية؟ هذه الكرة الآن لم يكن متسللا ووضع الكرة بهكذا طريقة، ومرت بجوار القائم الأيمن من داخل منطقة الستة أمتار. هذا ثاني لقاء يواجه من خلال سوريا ماينمار، لدينا الكرة الآن التي تلعب عالية خطيرة، الله لا 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 لا، ما بال سوريا باللمسة الأخيرة، ما مشكلة سوريا في اللمسة الأخيرة، تعاني في اللمسة الأخيرة. هذه جول، هذه من المفترض أنه المسألة الآن 2-0 لمصلحة المنتخب السوري، لكنهم يضيعون الكرات، يضيعون الكرات. هذه المجموعة على يلا إبراهيم، يلا يلا أوبا، لا 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 يا عمر يخريبين، لا أصدق ما أرى، لا أصدق ما أرى وما أشاهد، ما الذي يحدث أمام مرمى منتخب ماينمار؟ عمر أتضيع مثل هذه الكرة؟ يعني أنا ما أريد أقول هذا الكلام، وكلام يقال مجازا، يقول له اهدأ، شوف الأمور، الأردن تسجل الثاني على باكستان، هنا لدينا كرة الآن خطيرة عالية، والهدف الأول يأتي، لكن هناك راية وتسلل، راية وتسلل، راية وتسلل، ولا مو متأكد أنت؟ ما أدري، المساعد شكله مش متأكد، أو جاب العيد، جاب العيد، ولا خليه، ما في فار ترى، انت رفعت شكلك توهقت، ما ادري تعرف، لو ما تعرف قال له ايش، قال له جول، جول، نعم يحتسب الان، قال له هو، شوف ما في فار، لكن انا اثني على المساعد، نعم اثني على المساعد الاول، راح للحكم قال له، قال له اسمع، هناك لاعب امام حارس المرمى، هل ترى انه اثر؟ قال له لا ما اثر، قال له اذا، قال له اذا هو هدف، قال له اذا هو هدف، وهنا لدينا سوريا تسجل الهدف. خلينا نروح، خلينا نشوف الاعاده، خلينا نشوف الاعاده، ونتاكد من صحه قرار حكم اللقاء، لكن المنتخب السوري الان قال له شوف في اثنين، واحد متسلل لكن اللي سجل غير متسلل، شوف هيسار نعم متسلل، لكن هل اثر؟ قال له هل اثر؟ قال له هل اثر؟ شوف شوف شوف، هل اثر هيسار على الحارس او لم يؤثر؟ شوف هذا اللي سجل، نعم اللي سجل، ولذلك احتسب الهدف. عمر خريبين لم يكن متسللا، هذه المناطق من الجبيل، من ام الساق، من هذه المناطق القريبه جدا، وهنا لدينا فرصه لثاني الاهداف. خريبين، عمر هذه كرة، والكرة لا زالت حاضرة الآن، عمر لا 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 ما ينفع، لكن إدارة القرار كانت سليمة جدا. هذه الكرة الآن تلعب على القائم الثاني،
هذا الجول الثاني يضيع المنتخب السوري، ولا زالت الامور حاضره موجوده. يتقدم في الجهه اليسرى محمود، محمود يعود الان مع مؤيد ينتظر، لا زالت الكره لدى محمود، محمود يلعب الكره والسقوط والخطا الذي ياتي لمحمود الاسود في خطا لمصلحه منتخب إذا ما استغلت الفرص هذه الذين الكرة التي تلعب على القائم الأول. الله، هذه الكرة يا لا 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 أبالغ إن قلت أنه على سوريا في الشوط الأول أن تنهي المباراة بستة مقابل لا شيء، بستة أهداف مقابل لا شيء على سوريا أن تنهي شوط اللقاء الأول بستة مقابل لا شيء. محاولة لمؤيد وصافرة نهاية أحداث الشوط اللقاء الأول بتقدم سوريا بهدف للأسف مقابل لا شيء. لماذا للأسف؟ لأن سوريا كان عليها. يتم تغيير اللاعبين، هذا يعني هذا العلاج الوحيد. طبعا هنا عبد الرحمن في الجهة اليمنى عرضية ثانية. الله، مبكرا يا سوريا، مبكرا يا نسور قاسيون، يضربونه بالهدف الثاني في مرمى مينمار ويعالجون كل الامور التي قد حدثت في شوط اللقاء الاول، لان من الفرصة الاولى، الوهلة الاولى، التقدم الاول، العرضية الاولى، ابراهيم هيسار يسجل ثاني اهداف سوريا في شوط اللقاء الثاني ومطلع شوط اللقاء الثاني، وكأنما يقول بأن القادم الله على عرضية عبد الرحمن لويس كانت متقنة في الجهة اليمنى وعلى رأس إبراهيم يسار على مشارف خط الستة، معلنا عن ثاني الأهداف السورية وبطريقة جميلة. اثنين سورية لا شيء مينمار، برافو. توقيت الهدف حلو، عادة في المنتصف، محاولة مرور، الكرة مقطوعة، مؤيد العجان ينقل الكرة السليمة وتتحول العجان، مؤيد، الله على روعة سوريا، وهدف ثالث من اللاعب رقم ثلاثة مؤيد العجان الظهير الأيسر، يتقدم بشكل جميل بنقلة مثالية بكرة جميلة، نقلات سوريا على أعلى مستوى، تسجل سوريا ثالث أهدافها في مرمى مينمار، وستكون النتيجة أكبر من ذلك. سلام يا هكتور سلام، ويا حضري سلام، ويا مؤيد العجان سلام. ثلاثية سورية قابلة وبشكل كبير، هذه النقلات الله الله على كرة جميلة للغاية للغاية. الأسس من داليهو، داليهو داليهو، إضافة جميلة، ومؤيد العجان اللي عمل الزيادة العددية، شوف أخذها ولا أفضل مهاجم ووضعها في شباك كايو في مرمى مينمار. هذه رمية جانبية في الجهة اليمنى بالرأس، فرصة الآن للسرعة للسرعة لعمر لعمر لعمر، أو الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، نعم هنا محمود الأسود يلعبها في البعيدة، يتأخر كثيرا محمود، ومؤيد العجان يمر، والكرة التي لا زالت، ورابع الأهداف يأتي الآن لمصلحة المنتخب السوري. نعم عمر خريبين يسجل رابع أهداف سوريا، سوريا تفتح عداد أهدافها أمام مينمار في شوط اللقاء الثاني، وعمر خريبين بثنائية الآن في مرمى مينمار. بدأت الحفلة الآن، بدأت حفلة سوريا الآن. هذا مؤيد والعمل الكبير والكرة العرضية المثالية، وهنا لدينا الهدف الذي سجل من عمر خريبين بهكذا طريقة، عمل كبير جدا من مؤيد، من مؤيد العجان، وبعد ذلك باليسرى يضعها في الشباك كرة رابع أهداف المنتخب السوري. فرصة، فرصة اليوم. عمر خريبين في الجهة اليسرى ممتازة لمحمود الأسود، يا سلام
يا سلام على تمويه ومرور وكرة لكنها لم تكتمل، تعود لدى مؤيد العجان، عرضية صدت وركلة جزاء. نعم تأتي الآن لمصلحة المنتخب السوري، واضحة على كوكو. كوكو شوف 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 لمسة، لا مو على كوكو، مو على كوكو، على لوين رقم سبعة. قال له خل محمود، لا لا قال له لا خل عمر، خل عمر خريبين للهاتريك، عمر خريبين يضيعها والكرة مرة أخرى. أوه إعادة، خرج من الخط، خرج من الخط، لم يكن واقفا. يلا روح يلا روح، خرج من الخط. هل كان القرار سليم من المساعد انه حارس المرمى تقدم عن الخط لتسجيل الهدف الخامس؟ عمر في الزاوية المغايرة ام يبقى على نفس الزاوية؟ يبقى على نفس الزاوية ويسجل خامس اهداف سوريا والهدف الثالث، هاتريك يا عمر يخربين. وكاد كذلك كياو ان يتصدى للكرة، هذه اللقطة بهكذا طريقة بهكذا اسلوب في الزاوية اليسرى يضعها قوية. سوريا سوريا هكذا جماهير مدرجات الامير محمد بن فهد بالدمام. الكرة التي تلعب مؤيد العجان، الله يا مؤيد، الله يا مؤيد العجان، اهداف جميلة وهو جميل ويسجل ثنائية من خلال هذا اللقاء. برافو برافو مؤيد العجان، يسجل سادس اهداف سوريا. سوريا بالنصف درزا تقسو على ماينمار، نعم بالنصف درزا تقسو على ماينمار وبطريقة جميلة. هذا مؤيد العجان وضعها، الله يا مؤيد، يا جمالك يا مؤيد، يا كرتك يا مؤيد من خارج منطقة الجزاء بالرجل اليسرى وكأنها كرة ثابت يضعها في الزاوية اليمنى مع لمس لحارس المرمى كياو، ولكن من قوة الكرة. كرة في الجهة اليمنى تلعب خطيرة وكرة، وسابع الأهداف السورية عن طريق علاء دالي. علاء دالي نعم يسجل سابع أهداف الكرة السورية. علاء دالي يفعل ذلك، صاحب 27 سنة لاعب نفط ميسان العراقي، يسجل رابع أهداف الدولية. سبعة سبعة يا سوريا، سبعة يا نسور قاسيون، سبعة وأنتم لا ترحمون ماينمار في الشرقية. بهكذا طريقة كان هدف علاء دالي السابع بعد عرضية جميلة جدا من عمار رمضان صدت في الحارس وبعد ذلك عادت له مرة أخرى. الأصل هذه لدينا الكرة الآن تلعب رأسية وهدف ثامن يضيع على المنتخب السوري من أيهم أوسو. المباراة أقيمت في القاهرة ذاك اليوم. شكرا لكم على المتابعة. سوريا مبروك 3 نقاط لكن بـ7 أهداف.